السلام عليكم، معكم الدكتور هلال. يا رب تكونوا جميعا في أحسن حال وفي أحسن صحة. النهاردة هتكلم عن البروستاتا، ودي مش أول مرة أتكلم عنها، اتكلمت عنها قبل كده بس لأن بتجيني أسئلة كتير عنها فحبيت أتكلم عنها مرة تانية. هتكلم عنها بالتفصيل شوية. أول حاجة نقول التعريف. ما هي البروستاتا؟ البروستاتا هي غدة ذكرية تناسلية، هي غدة ذكرية تناسلية. ذكرية ليه؟ لأنها موجودة في الذكور فقط، يعني في الرجالة فقط، مش موجودة في الستات لحسن حظهم. وتناسلية لأنها مسؤولة عن أو نشاطها عبارة عن تناسلي جنسي، فهي غدة ذكرية تناسلية. غدة زي غدة الإيه؟ الثيرويد، غدة البتويتري، في كذا غدة عندنا في الجسم بيفرزوا هرمونات فاسمهم غدد. فالبروستاتا هي غدة ذكرية تناسلية. وظيفتها ليها ثلاث وظائف ممكن نفهمهم قوي بعد ما نشوف كل حاجة عن البروستاتا. ما هي وظائف البروستاتا؟ هي مضخة، مركز تخزين، ومركز تمثيل. مضخة تضخ السائل المنوي. السائل المنوي عادة بعد لما بيتكون بيمشي ويتخزن في حتة جنب البروستاتا، الحويصلات المنوية سيمينال فيزيكل، يتنته متخزن لما يجي وقت الجماع والقصف يضخ. البروستاتا بتعمل عملية الضخ دي، فيها عضلات تضخ الحيوان المنوي فيخرج بره، يبقى مضخة ومكان تخزين ورهاوس يعني تخزن الحيوان المنوي. وتمثيل لمادة أو لهرمون التستوستيرون. الهرمون ده بيتمثل في غدة البروستاتا، بتخزن الحيوان المنوي وبتوفر له وسائل التغذية والحركة، بتفرز له سائل اسمه سائل المنوي، وهو السائل الذي يحيط بالحيوانات المنوية. السائل ده مسؤول عن ثلاث حاجات: واحد، حركة الحيوان المنوي السهلة، لأن في مادة تسيل السائل المنوي لما يخرج. طبعا السائل المنوي بيبقى لزج لكن بعد شوية بيبقى يتسيل هذا السائل المنوي، فالحيوان المنوي يعرف يمشي. يبقى الحركة، السائل الذي تفرزه البروستاتا وظيفته ايه؟ حركة وتغذية للحيوان المنوي وحماية من البكتيريا والجراثيم التي تحاول ان تعتدي على الحيوان المنوي. يبقى ديت وظيفة السائل الذي تفرزه البروستاتا. لكن وظيفة البروستاتا كلها مضخة ومكان تخزين ومكان تمثيل غذائي، تمثيل لمادة التستوستيرون. نخلي المعلومات ثلاثية لسهولة التذكر. البروستاتا غدة واحد تناسلية ذكرية. وظيفة البروستاتا واحد تخزين، اثنين مضخة، ثلاثة تمثيل للتستوستيرون. ونقول كمان موقعها تحت، واحد تحت المثانة، اثنين أمام المستقيم، ثلاثة حول الحالب، تحيطه بالحالب. الموقع الحساس ده بيخليها لما تتعب أو تصاب بأي مشكلة هذا الموقع بيؤثر تأثير كبير جدا على الراجل. أمراض البروستاتا ممكن برضو نقسمها إلى ثلاث أمراض، وهنرتبها حسب السن اللي هي شايعة فيه. يعني في السن الصغير اللي هم الشباب لحد تقريبا 40 أشهر حاجة بتكون التهاب أو احتقان البروستاتا، وبعد كده عند 50s and 60s لما الراجل يكبر شوية بيكون مرض تضخم البروستاتا الحميد benign prostatic hyperplasia، ده الأشهر. ولما الواحد بيكبر أكبر أكتر عند سن 65 و70 بيكون مرض بعد الشر عن الجميع سرطان البروستاتا. لكن لحسن حظنا إحنا العرب البروستاتا، سرطان البروستاتا مش مألوف قوي أو مشهور، وإنما مشهور عند الأوروبيين والأمريكان. فبالترتيب التهاب أو احتقان البروستاتا وبناين بروستاتيك هايبربليزيا، تضخم أو ورم البروستاتا الحميد، وسرطان البروستاتا. دول الثلاث أمراض اللي بيصيبوا غدة البروستاتا.
نتكلم عن الأعراض بصفة عامة لأي مرض في البروستاتا. أمراض البروستاتا بصفة عامة، صيان الالتهاب أو الاحتقان أو الورم الحميد أو بتبقى مشتركة في بعض الأعراض اللي أنا هذكرها دلوقتي. ممكن يكون في ألم في أسفل البطن، ألم في الظهر برضو في أسفل الظهر، ألم في الأعضاء التناسلية، ألم في القضيب أو عند فتحة الشرج أو تقل عند فتحة الشرج، ممكن يكون مصحوب بحرقان في البول. يبقى الواحد يشك إن يكون عنده بروستاتا، مرض في البروستاتا، لما بيحس بألم في أسفل البطن، ألم في الظهر أسفل الظهر، ألم في الأعضاء التناسلية، تكرار التبول، حصرة عند البول، الواحد يتحصر، يبقى أما تجيله الرغبة بيبقى الرغبة ملحة وعايز يفضي البول بسرعة. وأحيانا في الحالات الأكثر صعوبة توصل إلى مرحلة الدريبلينج، التنقيط، الواحد ما يسيطرش على البول وابتدي البول ينزل لوحده. وممكن نقسم أعراض البروستاتا إلى أنواع حسب السبب اللي مؤدي للأعراض، فنقسمها إلى أعراض بسبب الانسداد، يعني الانسداد أدى إلى أعراض، وتاني حاجة أعراض نتيجة التخزين في المثانة، وتالت حاجة أعراض نتيجة تضخم زايد، زيادة قوي في تضخم البروستاتا. فأول حاجة أعراض الانسداد زي ما انتوا شايفين كده، ممكن انسداد اللي هو الضغط على الحالب أو الضغط على عنق المثانة فبتؤدي إلى ضعف في التدفق، التبول يبقى التدفق مش عادي، صعوبة في بدء التدفق نفسه، الواحد يغيب فترة على ما يبتدي يتبول، وبعد ما ينتهي من البول ممكن يبقى فيه تنقيط، بعض نقط البول بتنزل أو يحس إنه ما فرغش تماما المتان. السبب الثاني التخزين، لو في مشكلة تخزين، لو التخزين اتأثر نتيجة ضغط البروستاتا على المثانة وعلى جدار المثانة، فأصبحت المثانة جدارها مش مرن، ما بتقدرش تخزن كمية كافية من البول، فبالتالي كل ما يتكون فيها شوية بول الواحد عايز يخش الحمام، إذن تكرار التبول نتيجة مشاكل في التخزين، وأيضا التبول كثير ليلا، تكرار التبول ليلا. والحاجة الثالثة لو زيادة التضخم ده زيادة عن اللزوم أو إيه اللي يحصل، ممكن تضغط على مجرى البول تماما وتمنع مرور البول، وفي الحالة دي يحصل احتباس للبول تماما، والواحد يبقى المريض يحتاج إلى قسطرة عشان يفرغ البول. ديت بصفة عامة أعراض مشتركة لأمراض البروستاتا، يعني اللي عنده حاجة منها يبتدي يشك. طبعا في حاجات تانية، ممكن يكون في ضعف في الانتصاب بالنسبة للراجل، طبعا هو كله على الرجالة مفيش نقاش، احنا بنتكلم على البروستاتا، ممكن يبقى في ضعف انتصاب، سرعة قصف، عدم رغبة جنسية، هذه الأمور ممكن تبقى موجودة برضو مع التهابات أو احتقانات أو تورم البروستاتا. فدي الأعراض المشتركة، طبعا لكل مرض أعراض أخرى خاصة به. كده خدنا فكرة سريعة عن البروستاتا وإيه وموقعها ووظيفتها والأمراض التي تصيب البروستاتا والأعراض المشتركة لغدة البروستاتا عندما تصاب بالمرض. الفيديو الثاني هنتكلم عن الأمراض شوية بالتفصيل، أعراضها وطريقة العلاج، فتابعونا إن شاء الله. سلام عليكم.